أنا عماد الصماد، والفيديو المرة دي للأسف مش هقدر أخليه كوميدي. أنا قدمت فيديوهات كتير قبل كده، كنت بعمل اللي أقدر عليه عشان أضحككم، وكانت أكبر مكافأة ليا لما أشوف حد فيكم بيبتسم. بس المرة دي أنا آسف، مش هقدر، لأني ما بقتش مرتاح ومش قادر أضحك في وسط كل الظلمة اللي أنا فيها. وبما اني عارف اني وصلت للنهاية وكده كده خارج، فقررت قبل ما اخرج اشكركم واقول لكم اني بجد استفدت منكم كتير. توني، شكرا على اول 10 من 10 اخدتها منك في البرنامج، ولما قلت لي اني ممثل ومخرج شاطر وان استاهل اني اشتغل في اعمال فنية كبيرة. وعد، شكرا انك قلت لي اني مضحكتكيش في بعض الفيديوهات، ده فادني كتير اني اشتغل على نفسي اكتر، ولما كنت اسمعك بتضحكي بعرف على طول ان الفيديو حلو. اما انت بقى يا غادة، فبصراحة مش عارف اشكرك على ايه ولا ايه. تقريبا كل حاجة قلتيها عني كانت بتدعمني وتشجعني جدا، شكرا ليكي انت بالذات. دينا، مع انك وطرتينا يعني وقلقتينا كتير خصوصا وانت بتدينا العلامات، بس الناس لازم تعرف انك بمجرد ما التصوير بيخلص بنلاقي واحدة تانية خالص طيبة وجدعة قوي. واخيرا مش هنسى النجوم الجامدة قوي اللي قضيت معاهم احلى شهور: عادل، فهد، يوسف، زياد، نسرين، فدا، دينا. اما بقى فرح ونسرين فبقول لهم يعني لو انا زعلتكم في حاجة فما تزعلوش مني، وانا مسامحكم على اي حاجة ضايقتوني فيها. وبس ده الفيديو بتاعي، وانا خلاص خلصت كلامي. بتمنى كل التوفيق لنسرين وفرح وفهد.